السلام عليكم. دلوقتي هنشوف داله جوه الاكسل اسمها افريج، دي بتجيب لي المتوسط، يعني بتشوف مجموع الارقام اللي عندي وتقسمه على عدد. طيب لو انا عايز اعمل الموضوع ده من غير افريج هقول له بيساوي، واروح قايل له سام، والسام دي اجمع الارقام دي كلها واروح داس انتر. طيب وبعد كده هقول له انا عايزك تقسم على عددهم كاونت وعددهم اهوت، واقول له انتر، فجاب لي مجموعهم على عدده. طيب ممكن نفس الحاجه بقى اقول له افريج واديله الارقام دي كلها، تمام، واقفل القوس بتاعي واقول له انتر، فيجيب لي نفس الرقم. افريج بتجيب الارقام كلها وتكسب. طيب في داله تانية بتجيب لي اكبر رقم فيهم اللي بنسميها ماكس، تمام. ماكس دي ببدا اديله الارقام كلها وادوس انتر، يروح جايب لي اكبر رقم فيه. عكسها بقى مينيمم، بديله الارقام كلها واروح اقفل البوست وادوس انتر، يجيب لي اقل رقم فيهم. طيب في ممكن واحنا بنعمل عمليه من العمليات دي بتحصل الخطا، فانا عايز اتفادى الخطا او لما يحصل خطا ده يجيب لي رساله. طيب خلينا نشوف حاجه، مثلا لو انا قلت له اقسم لي الرقم على الرقم وفي خطا، على سبيل المثال هاجي هنا اقول له بتساوي واقول له الرقم ده على الرقم دوت، تمام، قسم، هو مفيش مشكله خالص. طيب لو انا سحبت كده هيبدا كل رقم من ده يقسم على الرقم اللي قدامه، هتلاقي ان في هنا عندي رقم فيه غلط. ليه غلط؟ لانه لما جه يقسم قسم على الصفر، يعني انا عندي حاجه وقسم على الصفر اوزعها على لا شيء فبيديني غلط، فانا عايز اتفادى الموضوع دوت. فانا عندي داله اسمها اف ايرور، هنشوفها مع بعض بتعمل ازاي اهي، واقول له خد الفاليو ديت اهمت، تمام، او خد. بعد كده هقول له لو في غلط خلاها زيرو، ماشي، فهو بدا يعملها لي زيرو، كل ما يلاقي خطا يديني زيرو، لو مفيش خطا يديني الرقم نفسه. طيب انا مش عايز اعملها على مرتين على عمودين، انا عايزها في نفس العمود، فهاجي هنا واجي هنا اقول له ايه اف ايرور، واروح حاطط ده اهو في قوس واقول له خليها بواحد، تمام، واقفل القوس واروح دايس انتر. طيب دي بقى هروح سحبها وخلاص، عارف بقى ان هو هيعمل عمليه حسابيه ولو طلعت بغلط هيديها بواحد، هبدا اسحب كده. طيب لما يلاقي فيه غلط هيخليها بواحد بالشكل دوت.